أهلا بكم مشاهدينا ونهاركم طيب. يعني مع بداية هذا الأسبوع وأيضا نهاية الأسبوع الماضي نطلعكم على أهم المناشط والفعاليات التي كانت خلال نهاية الأسبوع وأيضا مع بداية هذا الأسبوع. مديرية أمن طرابلس تصدر بيان وتهب فيه جميع المواطنين بأنه اعتبارا من يوم غد الأحد 21/10 تمنع وقوف جميع السيارات وركنها العشوائي على الطرقات التالية التي تم تحديدها من مديرية أمن طرابلس: الطريق ما بين برج طرابلس إلى جزيرة ميناء الشعاب بالاتجاهين سواء كانت من الشمال وحتى الجنوب، أيضا طريق شارع الاستقلال محمد المقريف سابقا بالكامل والمتمثلة في الجهتين، أيضا طريق ميدان الشهداء باتجاه ميدان الغزالة إلى فندق المهاري ريدسون بلو، يمنع فيه ركن السيارات يعني بسبب الازدحامات وأيضا بسبب الربكة التي تصير في وقت الذروة مما تسبب في حالة من الازدحامات. يعني أصدرت هذا البيان مديرية أمن طرابلس في الخطة لتسهيل عملية حركة السير داخل العاصمة طرابلس، وقد حددت الأماكن التي يتم فيها ركن السيارات والمتمثلة في الباركينج الموجود أمام فندق الكبير، ومن سيخالف هذه الإجراءات يتم مخالفته وأيضا جر السيارة إلى المستودع الذي تم تحديده. أيضا في الأخبار الأخرى أيضا استمرار الحملات التي يقوم بها الحرس البلدي والمتمثلة في التفتيش ومتابعة المقاهي والمحال التجارية وأيضا المخابز، سجل يعني من الملاحظ للحرس البلدي بأنه قد سجل حالات لفساد الأطعمة وأيضا انتهاء بعض المواد الغذائية، يعني قام بإقفال ومخالفة محال تجارية وأيضا محال للجزارة وبيع اللحوم، تبيع اللحوم الفاسدة. يعني هذه الحملة ما زالت مستمرة، يذكر بأن الحرس البلدي قد أعلن بأن هذه الحملة منذ بداية الشهر وحتى مستمرة إلى ضبط وأيضا المعايير والجودة التي يجب أن تباع في المحال التجارية والمحال الغذائية وأيضا المخابز. يعني تم إقفال عدد كبير من المحال الغذائية والمطاعم وأيضا بعض المخابز التي لا توجد فيها رقابة صحية والمتمثلة في عدم وجود شهادة صحية وأيضا بعض التجاوزات التي تحدث في المواد الغذائية الفاسدة التي تباع. أيضا انطلاق حملة نسائم الخير والتي أطلقها بلدي أبو سليم والمتمثلة في تلبية بعض الاحتياجات المدرسية سواء كانت من أدوات مدرسية وحقائب وأيضا سلات غذائية للطلبة أو العائلات أو الأسر ذوي الاحتياجات المحدودة أو ذوي الدخل المحدود. أيضا الحملة الصحية المدرسية التي انطلقت مع بداية الأسبوع الماضي مستمرة للطلبة المقبلين على المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية والمتمثلة في التطعيم وتحصين الطلبة المقبلين على المدرسة وأيضا بعض الطلبة الذين سنتهم الدراسية متواجدة في الإعدادية. أيضا مع انطلاق بداية الشهر المقبل للأسبوع المقبل لنوفمبر ستكون هناك حملات لشلل الأطفال وأيضا الحصبة لشلل الأطفال والحصبة وأيضا لعدد من المراكز التي سيتم انتشارها على مستوى البلاد، وأيضا ستبدأ هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة مع الأسبوعين الأولى أو الأسبوعان الأولان من شهر نوفمبر. أيضا حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي ما زالت مستمرة، يذكر أن شهر أكتوبر الذي خصص للاحتفال وأيضا للتوعية به من أمراض وأخطار هذا المرض على مستوى العالم. لا زالت العيادات مفتوحة في بعض العيادات وأيضا بعض المراكز الصحية التي فتحت هذه العيادات
الحملات خصيصا للكشف وأيضا لحملات التوعية التي تقوم بها بعض من الجمعيات ذوي الاختصاص في هذا المجال. أيضا حملات النظافة مستمرة في العاصمة طرابلس، من الملاحظ بأن ثقافة رمي القمامة ملاحظة عند المواطن. لداعي أيضا شركات الخدمات الصحية خدمات النظافة لا زالت مستمرة في حملاتها التي تقوم بجمع القمامة التي انتشرت من في العاصمة طرابلس والتي كانت ملاحظة من قبل المارة. يعني بالنسبة إلى حركة السير إذا ما تحدثنا عنها داخل العاصمة طرابلس هي حركة طبيعية جدا، يعني مع بداية الأسبوع حركة الازدحام عادية لربما ليست كيوم الأحد، يعني بداية الأسبوع تكون هو يوم عطلة تكون في حركة السير ليست بالازدحامات كباقي الأيام. أيضا بالنسبة إلى الوضع الميداني سواء كانت للوضع الأمني، من الملاحظ منذ فترة أو بداية هذا الشهر ووجود بوابات أمنية كثيفة داخل العاصمة طرابلس تنتشر بعد المغرب، وأيضا لمخالفة بعض السيارات التي يكون بها زجاج معتم أو حتى لا تحمل لوحات معدنية لوحات رقمية للسيارات يتم مخالفة المواطنين أو مصادرة السيارات. يتم أيضا تفتيش للسيارات المارة من بعض المناطق الحيوية داخل العاصمة طرابلس. هذه أبرز المناشط والفعاليات التي كانت داخل العاصمة طرابلس هنا من داخل العاصمة طرابلس.